الحوسني عبد العزيز ينقل كرة أمامية، تعود بعرضية خطيرة، هي جول. الله الله، أخيرا يأتي الفرج، أخيرا بعد ضغط متواصل، بعد هجمات وهجمات، الملك يسجل أول أهدافه. فنجاء يتقدم، وعبد الرحمن الغساني هو من يسجل. في الكرة الماضية فنجاء بعد محاولات عدة، أعتقد أنه في الأخير يستحق أن يسجل، أن يصل، أن يتقدم هدف قد يكون ثمنه البقاء. يا عبد الرحمن، هدف قد يكون ثمنه البقاء مع الكبار في اللقطة الماضية. لاحظ الرأسية ممتازة، في الأولى سدد ويلفريد أو محمد تقي، وفايز الرشيدي تصدى للأولى، لكن المتابعة تأتي من عبد الرحمن الغساني بهدوء، يسكن الكرة في شباك السويق. فنجاء يتقدم وفي وقت ممتاز أعتقد.